ولابتدى شوط الحما سيما بعد الاعتذار والتنافس حامية بأرض جذعنا الصفر جاكم الشيخ الذي ما على زين خيار حاولوا فالمركز الثاني ما دام حضر الذهب لون التلا مع وراء عج الغبار واربه متسندوا قوس عرنون حدر امشى ممشى شيو خلمها والوقار وان وقف وقفت ملو كالفخامة والكبر في جلب عوال راشد صواريم الحرار يا عسى الفردوس له مهما النادر مقار يا عسى حث المسار واعتبرها للجميلة مثل دفع المهر واعتبرها للجميلة مثل دفع المهر المزاين عادي بوامر طول العمر أهل العجا وحكامنا طول الدهر نحمد الله يوم عادوا على عز وقار وجا كل مشارك بزينين يشوق النظار ابتدى الشوط الحماسي ما فاد الاعتذار والتنافس حامي بعرض جذعان الصفر والتنافس حامي بعرض جذعان الصفر جاك مشيخ الذي ما على زين خيار حولوا المركز الثاني ما دام حضر الذهب لون التلا مع وراء عج الغبار غربه متسند وقوس عرنون حدر طبح اللح يوسف التلا وحك الخمار في يد العذراء الذي جدها فعل الشهر في يد العذراء الذي جدها فعل الشهر مارق النسر وسهبا في وصف الاستدار والمتم متساوي والراس يذهلك الكبر امشى ممشى شيو خال مهبة والوقار والوقف وقفت ملوك الفخامة والكبر في جناب عوار راشد صواريم الحرار يا عسى الفردوس لبوهم النادر مقر يا عسى الفردوس لبوهم النادر مقر راشد اللي كان له بالمهمة اعتبار كل ما جا طاري المدح بالطيب انذكر متحداهم يذوق الندامة والمرار عندي قطرة العذارة وحسكة الوفار كان به للوقت ساعة ليا دار المدار اذكروا يوم انهم توجوهم بالعشر اذكروا يوم انهم توجوهم بالعشر امهات الشيخ اخذت لها ختم انتصار حايزه على الجوايز على طول الدهر ازهيروا سقوا من تقادح بالشرار محزم مليان بالمرجل عز وظفار سليمان الذي سعد من جاو استجار زبن المجرم ولا يلحق معهم خطر زبن المجرم ولا يلحق معهم خطر من عجي من جد الأول لشب الحرب نار يقطعون الراس ولا فروا جوف النحر قلتها وانا من الليل هم دايم يشر بالكرم والطيب شمار ولي حق افتخر قلتها وانا من الليل هم دايم يشر بكرم والطيب شمار ولي حق افتخر بكرم والطيب شمار